كان الواقع ببلدية العنصر بجيجل مقصدا للعائلات بالمناطق الجبلية وحتى من مختلف ولايات الوطن، أصبح اليوم مصبا للنفايات، حيث يعمد بعض التجار وسكان المناطق المجاورة لرمي النفايات به في صورة غير حضارية، تنبئ بكارثة بيئية تستدعي تدخل السلطات لوضع حد للتصرفات المماثلة والحفاظ على هذا المكسب السياحي. مناظر طبيعية عذراء يتوسطها هذا الواد المسمى بواد إرجان ببلدية العنصر في ولاية جيجل، هذا الأخير الذي كان قبلة للعائلات من مختلف الجهات بحثا عن الراحة والاستجمام، لكن اليوم أصبح مفرغة حقيقية للنفايات بمختلف أشكالها. الله يسكن هادو الناس، راهم يبكيو عليهم والله، غير يبكيو عليهم، يجيو يريحوا فيهم. أنا ماذا بيا كي نشوف العائلة هنا مريحة ومقابلة الواد والشجر. كارثة في حق الطبيعة، في حق البيئة، في حق كذا، ولكن المسؤولين على مستوى البلديات أو على مستوى النظافة إلى آخره ما عندهم، ما حركوا حتى ساكن. سكان المنطقة مستاءون من استفحال ظاهرة التلوث التي أفسدت الصورة الجمالية للمكان وباتت تهديدا حقيقيا للبيئة والإنسان على حد سواء. امشي درك منا تلقى الناس الخياطين يخيطوا ويجيبوا يرميوها، والواحد يحمل لهنا يخيط انوار ويبيع الاخر تاعو، ولكن ما كانش واحد ردعو. اي مواطن عنده المزبله في الدار يجي يرميها هنايا، وكما راكم تشوفوا دارت لنا كارثه بيئيه هنايا بامتياز. يعني يشعلوا النار هنايا، اقسم بالله غير موالف زوج سيارات دخلوا في بعضها هنا بسبب الدخان هنايا في الليل، صارت اكسيدون بسبب في الليل. شوف البيئة فيها الفوحة، الواد هذا غادي الأبر تاع الماء والله غير منه شربوا. البلدية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمنع الرمي على مستوى هذا الواد، باعتبار أن وادي رجانة هو قطب سياحي يمكن أن تعتمد به عليه البلدية في السنوات القادمة إن شاء الله، لتهيئته ليصبح مورد إضافي لميزانية البلدية. وعلى هذا الأساس البلدية اتخذت كل الإجراءات اللازمة ابتداء من إصدار قرار بلدي رقم 406. لكن هل هذا يكفي لتحريك ضمائر بعض المواطنين الذين يفتقدون لثقافة بيئية سليمة للمحافظة على نظافة المحيط وحماية صحتهم؟ أنهت المصلحة الجديدة المختصة